في المجلس الجماعي لبي الويدان بشراكة مع جمعية الثقافة والرياضة لبي الويدان ينظمان المهرجان الربيعي لبي الويدان في نسخته 13 تحت شعار الموروث الثقافي رافعا للتربية المحلية. الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو أولا خلق واحد المتنفس للساكنة المحلية، حيث أن الساكنة تعتمد في نشاطها اليومي على الفلاحة، هذا يتلقاو الناس باش يتبادلوا الآراء فيما بينهم. وكذلك هذا المهرجان طلع على أساس أنه نحافظ على التراث المحلي ديال المنطقة، التراث بجميع أنواعه، فيما يخص الغوريدا، وهناك كذلك فن أحيدوس، الصناعة التقليدية. وكذلك الهدف الرئيسي وهو تشجيع المنطقة، لأن المنطقة تعتبر منطقة سياحية بامتياز، ولهذا بغينا نزيد نعرفوا بالمنطقة ديالنا. وكذلك يعني المهرجان ناجح الحمد لله 100%. حنا اليوم في اليوم الأخير من هذا تنظيم هذا المهرجان، الحمد لله الأمور دازت مزيان، ونتمنوا إن شاء الله السنة المقبلة تكون أحسن. وشكرا. غير يعني المهرجان ديال هاد السنة انتم ما عودتوش عليه، ولكن صدق نجح، اشنو هو السر في هاد النجاح ديال هاد السنة؟ السر في النجاح ديال هاد السنة هي جميع الفاعلين، كل واحد من الناحية ديالو كاين واحد التعاون، هذا هو السر ديال النجاح ديال هاد المهرجان. والحمد لله اي حاجه دارت في الويدان تتنجح، ربما كما يكون التوقيت يعني التوقيت ديالو هو اللي ساهم، وحتى التوقيت ساهم في النجاح ديالو، واخا هذا العام شويه درناه مؤخرا، ولكن الحمد لله جا في الوقت المناسب. بالنسبه للسيد الرئيس، بالنسبه للمهرجان ديال بلويدان، ماشي فقط الفئه المستهدفه هي المناطق الساكنه ديال بلويدان والمناطق القريبه، يعني شفنا انه كاين اجانب اللي حلوا بهذا المهرجان هذا، وشفنا كذلك سياح من مختلف المناطق ديال المغرب، خصوصا بعد ما استعدت البحيره ديال بلويدان العافيه ديالها. اذا شنو هما الاهداف اللي يعني مستقبلا غادي تشتغلوا عليها في هذا الاطار هذا؟ مستقبلا ان شاء الله الاهداف اللي غادي نشتغلوا عليها، وغادي نحاولوا نجلبوا ما اكثر ما يمكن جلبه ديال السياحه في المنطقه، لان المنطقه عندها مؤهلات سياحيه مهمه، الا انه باقي خاص تاهيل. وهنا تنجد الجهات المسؤوله ان شاء الله باش يديروا يد في يد ونتعاونوا مجموعين باش نوصلوا لواحد الهدف اللي هاد السياح اللي تيجيو لبي الويدان يلقاو شي حاجه اللي فعلا خصها تكون في المستوى، لان باقي خص ما يدار. واخا الحمد لله حنا عندنا 51%، ولكن بغينا نزيدوا لقدام. اللي كتعرف سيدي الرئيس بان السبب يعني الرئيسي في النجاح ديال المهرجانات هو الدعم المالي. الدعم المالي انتم كان عندكم مشكل، ولكن السؤال اللي بغيت نطرح لك بان هاد الناس المستقرين ديال بي الويدان الاجانب هما من الطبقه البرجوازيه، علاش ما كتستافدوش منهم؟ هذا السؤال صعيب شويه. هي في الحقيقه احنا دقينا جميع البيبان، لا بخصوص الجمعيه اللي عندها الحق باش تهضر مع دوك الناس، يعني كاين واحد تجاوب قليل، وحنا الباب الوحيد اللي نقدروا ندقوه هما الادارات كمجلس مثلا الجهه والمجلس الاقليمي. الملف ديال الجمعيه راه كاين في الجهه، والمجلس الاقليمي راه تجاوب معنا ان شاء الله، غادي يكون واحد الدعم بالنسبه للجمعيه. اما الناس الاخرين راك عارف كل واحد، اي مستثمر باغي يدير شي حاجه تيكون عنده واحد الهدف، يعني باغي يستمر، باغي يربح الفلوس، راه ما يمكنش يعطيك. شكرا سي.